طيب توكلنا على الله، نكتفي بما عندنا وبسم الله. طبعا قبل كل شيء انا ودي اسال ودي اسال بشكل عام غير الطلاب الان المشاركين، كم فيكم شخص يعرف تخصصه اللي يبغاه على وجه اليقين؟ اللي يعرف ان تخصصه يعني يعرف من الان تخصصه ومتاكد منه يرفع يده. اوكي يعني تقريبا خلينا نقول ممكن خمس العدد الموجود حاليا يعرفون تخصصاتكم، اذا المحاضره هذه تهم الخمس وتهم الاربعه خمسه الاخرين اللي الى الان ما حددوا ايش المسار المناسب بالنسبه لهم. خلونا نبدا بعض القواعد الرئيسيه اللي لازم نضعها في الاعتبار. اول امر لازم نضعه في عين الاعتبار هو ان قضيه تحديد التخصص او التحويل من تخصص الى اخر اثناء الريزدنسي ليس بظاهره غريبه. في دراسه من الدراسات تتكلم عن دراسه امريكيه تكلمت عن انه تقريبا خمس طلاب الطب في امريكا سبق انهم غيروا برامج التخصصات لهم في اول سنه في الريزدنسي. اوكي؟ وهذه النسبة ازدادت إلى 15%، يعني صارت النسبة الكلية من الناس اللي غيروا تخصصاتهم في بداية الريزدنسي وفي نهايتها إلى 35%، فبالتالي احنا نتكلم بشكل عام على يعني نسبة ما هي قليلة الحقيقة من الطلاب والطالبات قد يتعرضون لهذا الاحتمال من ناحية تغيير التخصص. إذا هل هذا الأمر وهل هذه يعني هل هذا الأمر بالضرورة يمثل إشكال كبير بالنسبة لنا؟ الجواب لا، هو يعتبر ظاهرة طبيعية لأن التخصصات الطبية جدا متعددة، نتكلم على أكثر من يعني حسب البرامج التصنيفات في السعودية عندنا أكثر من 32 برنامج سواء على مستوى الزمالات أو على مستوى البرامج البورد المتعددة في الهيئة السعودية، فما بالكم بالدول الأخرى المتقدمة اللي ممكن تكون عندها برامج أكثر وخيارات أكثر. طبعا حقيقة كذلك يصاحب هذا الأمر نسبة ثانية لافتة وهي أن تقريبا خمس الطلاب والطالبات وحتى الأطباء بشكل عام خمسهم يعاني من شعور بعدم الرضا في موضوع المسار الوظيفي بشكل عام وفي تخصصهم اللي حددوه سابقا، ولذلك من هنا تكمن أهمية الموضوع. هو أن إحنا يعني على قولتهم إحنا نتكلم على خيار لا يقل أهمية عن الخيارات الحياتية الأخرى مثل الزواج وغيره. إحنا نتكلم على شخص ممكن يرتبط ببرنامج، هذا البرنامج التدريبي سيحكم مسيرته المهنيه لمده 30 سنه. فالموضوع جدا حساس ولذلك ينبغي ان تكون لدينا الادوات المناسبه حتى نصل الى قرارات يعني رصينه وقرارات على الاقل تلائم شخصياتنا وتلائم رغباتنا بشكل جيد. من المعلومات الاخرى كذلك انه في معايير تغيرت بتغير الزمن الحقيقه في موضوع اختيار التخصصات الطبيه. كان في دراسه قديمه في 1993 على الطلاب وطالبات الطب الامريكيين كانوا يتكلمون على ايش العوامل الرئيسيه اللي ممكن تخلي الطالب او الطالب يختارون تخصص الف ولا باء ولا جي. فوجدوا انه تقريبا ابرز ثلاث معايير هي موجوده امامكم الان اللي هي نوعيه المشاكل اللي يعاني منها المريض، فهذه نقطه مهمه جدا ايش نوع المشاكل، و القدرة على إحداث فرق جوهري في حياة المريض أوكي وفي مساعدة الآخرين، والجانب الثالث هي قضية البعد الذهني أو العقلي للتخصصات الطبية. يعني بعض التخصصات من معروف أنها العمل اليدوي فيها أكثر من العمل الذهني وبعضها العكس صحيح تماما، فبالتالي هذه كانت المعايير الرئيسية اللي كانت للطلاب والطالبات سابقا وتمكنهم من اختيار التخصص. هل هذا الشيء تغير؟ بالتأكيد في جوانب كثيرة تغيرت مع تغير الأجيال وتغير القيم بشكل عام. هذا الآن الجدول اللي أمامكم والقائمة الموجودة، هذه قائمة البرامج الموجودة عندنا في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، فتقدرون تلاحظون أن عندنا تبعات كثيرة جدا في التخصصات الطبية. وأرجع أقول مرة ثانية أنه إحنا كطلاب وطالبات طب محظوظين في تخصصنا الطبي ولله الحمد، لأنه أنا دائما يا دكتور وضاح تفضل انت ماشي على سلايدات لانها واقفه ترى عندنا. ايوه انا ماشي، خليني اجل دكتور ترى اتوقع انك لو ايوه تمام مشت الحين استمر. طيب ايوه زي كذا. طيب ممتاز اوكي خليني ارجع للسلايدات الرئيسيه. طيب هذه السلايد الاول اللي كان يتكلم على موضوع ان تغييرات التخصصات ليست امر يعني غير شائع، بالعكس تقريبا نتكلم عن 35% من الطلاب والطالبات.
هذه الدراسة الأمريكية اللي ذكرتكم إياها سابقا، إن إيش أهم المعايير اللي كانت موجودة على أيام الطيب. فمثل ما تلاحظون إنه intellectual content of the speciality وال opportunity to make differences، أوكي، إضافة إلى نوعية المشاكل اللي ممكن تعرض للشخص. الطب زي ما ذكرت لكم قبل شوي، نعمل علينا الحقيقة إن الله سخرنا سبحانه وتعالى لخدمة العبادة، وتحديدا في التخصصات الطبية. ولذلك في التخصصات الطبية أنا دائما أقول على مستوى التخصصات الطبية، إنه ممكن الإنسان يكون اسمه طبيب طول عمره هو لابس ثوب مثل بعض التخصصات زي السيكاتري وغيره، وممكن يكون اسمه طبيب وهو لابس سكراب طول عمره مثل لما يكون في تخصصات النيورو سيرجري والكاردييك سيرجري والى اخره. فهذا التفاوت في التخصصات يعطينا كذلك تحدي اكبر في اننا نحدد العوامل اللي ممكن بناء عليها نبني قراراتنا المستقبليه. طيب خالد عبد الهادي، الشباب اللي رفعوا ايديهم سابقا، خالد لو قلت لك ابغى ثلاث معايير بالنسبه لك، او ابغى اهم ثلاثه معايير بالنسبه لك تختار فيها تخصص، ايش ممكن تكون؟ أول شيء السلام عليكم، سلام عليكم. وأشكرك دكتور وضاح على هذه المشاركة الصراحة المفيدة لنا. العفو. أنا بالنسبة لي المعايير اللي أقدر أتكلم عليها، أنا من الأشخاص حسب يعني معرفتي بنفسي، فأفضل هو الجانب اليدوي أكثر من الجانب الذهني. أوكي، ممتاز. وغيره؟ لو قلت لك اعطي ثلاث قيم تهمك في اختيارك التخصص، ايش يهمك؟ هذه اول قيم، القيم اللي يعني انا انه يكون شيء يدوي اكثر من يكون شيء ذهني. اي نعم. ما تحبها المدرسه. اوكي، طيب اي الثاني. الجانب الثاني تقدر تقول اللي هو يعني انا اشوف نفسي افضل تحت يعني انتاجيتي اكثر تحت الضغط اوكي، فانت بالنسبه تحب شيء للجانب يكون الذهني. ستريس عالي؟ اي نعم، اوكي، يعني يعني أقدر أظهر ممكن تقول قدراتي تحت الضغط أكثر من إنه يعني لما أكون مرتاح ولا لا. اوكي، يعني ممكن نقول مثلا سيرجري، تروما سيرجري، اي سي يو ممكن. صحيح، هذه من اوكي نظريات طيب حاليا اللي تمام. حاليا موجودة. اوكي طيب ممتاز. في جانب ثالث عندك؟ الجانب الثالث ما عندي جانب ثالث بصراحة، بس إنه يعني أقدر أقول لك إنه السلبيات الموضوع اللي أنا فيه، الموضوع اللي أنا داخل فيه اللي هو فيه سلبيات وفيه إيجابيات، لكن صحيح، من أهم شيء السلبيات اللي هو حاسبها. أنا بضحي فيها اللي أيوه هي الجانب اللي هو يعني التعايش مع الحياة والأشياء الغير الطب، فهذا حتكون فيها طيب، أنت صعوبة راضي أكثر. تتخلى عن هذه؟ أنت راضي تتخلى عن، خلينا نقول، أنت متصالح مع السلبيات هذه؟ أنا يعني غير متصالح تنسيق؟ معها بقدر الإمكان اللي أقدر يعني أحاول أوازن بينها، بس إنه متصالح معها أكثر. طيب أوكي، هذا سمعنا منك يا خالد. الآن نبغى نسمع من ريم. ريم المايك معش، لو قلت ليش حددي لي أهم ثلاثة معايير بالنسبة لي في اختيار التخصصات. أهلا وسهلا. حياك. للأمانة ما عندي شيء أزيده على كلام الأخ خالد، أنا نفس الشيء، أنا أشوف نفسي إنسان عملية. أوكي. اختياري للتخصص كان صراحة ما يعني ماني من النوع اللي أحب أجلس ورا المكتب، فشفت أوكي. نفسي في سيرجري أكثر. طيب تمام. بالنسبة للسلبيات اللي ذكرتها دكتور، للأمانة أحس إني باقي ما زلت يعني في النص، غير متصالحة ومتصالحة لسه. أنت في أي سنة يا ريم؟ السنة الأخيرة صارت. الله يفتح عليك. أي جامعة؟ جامعة الملك خالد. طيب الله يوفقك يا رب. يسلمك. طيب أوكي. طيب أنا بحاول أساعدكم، بساعد بقية الزملاء حتى نقدر نوصل إلى نتائج متعددة. مشكلتنا دائما إنه في معطيات كثيرة في راسنا، بس ما نقدر نفرزها بشكل خلينا نقول تدرجي وبشكل متسلسل. ولذلك انا دائما احب اختصر بعض الامور حتى يكون عندنا ايش ما يكون بالخريطه الذهنيه حتى نوصل نتيجه. فانا كنت دائما اقول انه عندنا بشكل عام عندنا ثلاثه قوالب رئيسيه في او ثلاثه قوالب رئيسيه لاختيار التخصص، او 3 domains for choosing specialty. اول شيء الدومين الشخصي فينا احنا، دومين التخصص، والمحيط. فكل واحده من هذه نعتبرها دومين، والدومين هذا يعني مثلا انا بالنسبه لي لما اجي اتكلم عن نفسي انا كوضاح، انا اتكلم عن قدراتي، اتكلم عن رغباتي، اتكلم على الاشياء اللي انا افضلها. ثم نجي في سبيشالتي نفسها، ايش مزاياها ايش عيوبها، والبيئه المحيطه ايش مزاياها ايش عيوبها ايش متطلباتها والى اخره. فهذا بالنسبه للدومينز حتى نقدر نتاكد ان المعايير اللي احنا نتكلم عنها نتكلم على معايير شامله ومحتويه لكل الاحتمالات اللي ممكن تكون في راسنا لاختيار اي تخصص.
في أمر ثاني مهم لازم نضعه في الاعتبار، اللي هي خلينا نقول عوامل التميز. الكثير منا ممكن يقول أنا والله دكتور وضحت، أتمنى أن يكون متميز في تخصصي. طيب معايير التميز لها ثلاثة معطيات رئيسية حتى لازم تكون، يعني حتى تكون احتمالية التميز حقتك عالية، وهي نقدر نختصرها بالرغبة والقدرة والندرة. فبالتالي أنا لما أجي كوضاح أفترض مثلا، يعني مثلا أنا الحين لما نجي نتكلم على، أنا في منطقة طرفية مثلا نتكلم على، خلينا نتكلم عن الرياض مثلا، هل سهل أنه يعني ممكن أنا أكون، ممكن أقول أنا عندي هدف يا وضاح أني والله أبرز نفسي كجراح في جنرال سيرجري خلال 5 سنوات، هل هذا الهدف ممكن يكون أو ممكن ما يكون؟ نسبة تحقيقها في الرياض تعتبر ضعيفة نسبيا. ليش؟ لأنه صحيح أنت عندك رغبة وعندك قدرة، بس أنت مشكلتك أن عندك في الفرص الأوبورتيونيتي عندك فيها قليلة جدا. ليش؟ لأنه عندك نسبة الكمبيتيتورز عالية جدا. طيب فبالتالي لو جيت أنا أقول سرعتك في التميز لما تكون أنت جراح عام في الرياض أو لما تكون جراح عام في الجوف، فين الاحتمالية تكون أكبر؟ أكيد بتكون احتمالية في الجوف أكبر من ناحية التميز. فهذه نقطة لازم نضعها في الاعتبار حتى نحسب حسابها في المستقبل. نجي الحين نقول طيب اوكي دكتور وضحت الحين، اعطيتنا الصوره العامه، وخلينا ندخل في التفاصيل. لو قلنا هاو تو ستارت، اول حاجه لازم نفهم انفسنا، ثم بعدين بناء على فهمنا لانفسنا ومعاييرنا اللي احنا نبني عليها قراراتنا الشخصيه، نبدا نفتش على التخصصات اللي تتواءم مع معاييرنا، اوكي، ثم نختار التخصص المناسب، ثم بعدين طبعا نقدم على الريزيدنسي بروجرام، ثم بعدها يكون عندنا السبونسرشيب. طيب كيف نعرف نفسنا؟ هذا أهم سؤال ممكن أي طالب يسأله أو أي طالبة تسأله. بشكل عام أنا أقدر أقول أنه معرفتنا أنفسنا تنبع من عدة أشياء. الجانب الأول على مستوى سمات الشخصية عندنا، الجانب الثاني هو أمر مهم جدا هي قضية الأهداف الشخصية، القيم، الإنجازات، النماذج أو القدوات الموجودة في حياتنا، مزايانا ونقاط قوتنا ونقاط ضعفنا، وكذلك نمط الحياة المفضل لنا مستقبلا. يعني مثلا الآن ريم وخالد قالوا أنه قد يفضلون العمل تحت الضغوط، فبالتالي يبدو أنه الديزايربل لايف ستايل عندهم أنه يكونوا أندر ستريس، بينما في أشخاص آخرين يفترض بالنسبة لهم لا، هذا الأمر غير موجود. هذه برضو نقطة مهمة لازم نضعها في الاعتبار. بعض الناس مثلا نتكلم على سترينج، مثلا ممكن نتكلم على مهارات تواصل جدا ممتازة، مهارات إقناع، القدرة على إدارة الفرق مثلا، اوكي. واحد ممكن يكون في المقابل ما عنده قدره شخصيه على الاقناع، ما عنده نوع من الرهاب الاجتماعي، عنده مثلا شعور بعدم اليقين او ما يبغى يتحمل وزر انه ياخذ قرار في حياه المريض. فبالتالي انتم تفهمون الان الشخص اللي عنده هذه النقاط الضعف غالبا بتناسب وش التخصصات اللي ممكن تكون مناسبه له. ايش تتوقع يا ريم او ريم ايش تتوقع إيه؟ لو واحد يكون عنده صعوبة في اتخاذ القرارات وفي نفس الوقت عنده نوع من الرهاب ولا يبغى يواجه الناس، فين المفروض يروح؟ ميديسن، راديولوجي، ميديسن، تخصصات بعيدة يعني عن الجراحة أو كلام صح، بس برضو حتى بعيدة عن الميديسن. ليش؟ أنا لو قلت مكانه، لو كنت مكان هذا الشخص بقول غالبا راديولوجي، ممكن أقول غالبا البيسك ساينس زي الباثولوجي مثلا أو الفسيولوجي، لأنه هنا ما في انترفنشنز، ممكن يكون عندك دورك بس انك تويفالويت والله السبيسيمن الموجوده وغيره، اوكي. فهذه نقطه مهمه جدا لازم نضعها في الاعتبار. البيرسونال جولز، بعض الناس يكون عنده مهارات اخرى في حياته وعنده متطلبات اخرى في حياته. انا والله مثلا انا احب الطب واعشق الطب، لكن في المقابل احب اني اشتغل في جوانب اخرى بعيد عن الطب. خلينا نفترض انه والله انا عندي بزنس، انا والله احب مثلا اسافر كثير، احب ان تكون عندي اجازات كثير. فبالتالي هذه نقاط مهمة لازم واحد يضع على اعتبارات. بعض الناس ممكن يبحث عن الجانب المادي العالي جدا، ولذلك لازم هذه الأشياء الشخص يسأل نفسه من الآن، هل أنا والله مستعد أني أفكر يعني أني أضحي بالجانب المادي في سبيل جانب الرضا الداخلي أو لا. فبعض الناس يختلفون، يعني الناس يختلفون من بعضهم إلى بعض الآخر. طبعا مستوى البرسوناليتي، في دراسة الحقيقة كانت تتكلم على واحدة من الاختبارات الشائعة جدا، ويمكن كثير من طلاب الطب وطالبات الطب يعرفونها، في اختبار في السمات الشخصيات يسمونها MBTI. هذا اختبار كان يقيس فيه 4 دومينز رئيسية، اللي قضية هل أنت إنسان داخلي أو خارجي بالقناعات، هل أنت إنسان مفكر أو إنسان تفكيري أو إنسان حسي،
هل أنت إنسان يعني محايد بشكل عام، إنسان صاحب قرار تتخذ قرار أو لا. فهذا الاختبار الحقيقي، وجد أنه في دراسة سابقة كانت على مستوى أمريكا، وجد أنه عادة أنه البرسوناليتيز كل تخصص لهم تقريبا، خلنا نقول في سيرتن بيرسوناليتي ماشيه مع عدد من التخصصات الموجوده. على سبيل المثال لما نيجي نطالع مثلا في الاي ان اف جي اللي هو في اخر القائمه عندكم على اليسار، لو لاحظنا مثلا انه الناس اللي عاده يكونون كتومين وعندهم تفكير ابداعي وفي نفس الوقت يكونون حسيين اوكي واصحاب قرار، فممكن يجي يناسبهم ايش؟ الانترنال ميديسن ويناسبهم السيكاتري. ففي نوع من التشابه في هذه الاشياء. طبعا هذه الدراسة برضو قد تعتبر من ابرز نقاط الضعف حقتها انه هذه الدراسة ما جريت على بيئات عربية، ولذلك قد يكون في تغييرات كثيرة مع الوقت، اضافة لانه وصفنا لشخصياتنا قد يختلف. في فرق بين الشخص يدخل الاختبار هذا هو في اول سنة في الطب، وفي فرق ان الشخص يدخله في اخر سنة في الطب، ولذلك موضوع السبجكتيفيتي قد تكون عالية جدا، لكن جدير انه الواحد ممكن يطالعها بشكل جيد. طيب مثل ما ذكرنا قبل شوية، احنا عرفنا انفسنا بشكل عام، قيمنا، نمط الحياة اللي نتمناه، نقاط قوتنا ونقاط ضعفنا، وكذلك اللي هي خلنا نتكلم على انجازاتنا اللي نتمنى تكون موجودة او اللي امتلكناها سابقا. بعض الناس لما نجي نتكلم على understanding ourselves بس من ناحية تخصصية اكثر، فاول دائما اول شيء لما نجي نتكلم كهيراركي ولا نتكلم كسكيما، فأول شيء لازم نعرف، هل أنا أفضل دائما التعامل مع الناس مباشرة أو أفضل ما أتعامل معهم مباشرة؟ وبالتالي بتفرق معايا بين basic science وبين مثلا التواصل البشري المباشر، أو والله أفضل أن أتعامل مع مجموعات محددة أو يعني مجموعات عمرية محددة مثل الأطفال أو مراهقين أو نساء أو كبار السن، أو أحب أتعامل مع جميع الـ age groups مثلا. الشورت تيرم واللونج تيرم كونتاكت، بعض الناس ما يتحمل أساسا يكون علاقة طويلة المدى مع طبيبة مع مريضة العفو، بينما بعضهم العكس هو الصحيح، بتلقاه يعرف البيشنت ويعرف قبيلته كلها. مثال على هذه التخصصات اللي عندهم هذا الشيء، منهم ما تتوقعون؟ فاميلي ميديسن. ممتاز، الفاميلي ميديسن ممكن يكون تخصص في هذا الشيء بشكل كبير جدا. طيب شخصياتنا متفاوتة، في بعض الناس يحب انه والله يكون نمطه في الحياة انه دائما انا احب والله النتائج المستعجلة، احب دائما اني ارى النتيجة قدامي. My interventions yield a great positive يعني خلنا نقول outcome، فبالتالي انا احب خلنا نقول التاثير المباشر. وبعض الناس ما عنده مشكله في الليت اوتكم، فهذه بالتالي تفرق في تخصص لتخصص. فممكن النوع الاول بيفرق معهم في الاي ار، يفرق في السيرجري، بينما الليت اوتكمز ممكن تكون في الميديسن، ممكن تكون حتى في السايكاتري، ممكن تكون في عدد من التخصصات. طبعا بجانب هذه النقاط، في نقطه مهمه جدا، Do you like the certainty؟ ولا بعض الناس يحب إنه يكون عنده ambiguous cases، يحب إنه يصير وضعيته زي وضعية كونان، أنا أحب استكشف، أحب إنه يكون التخصص حقي فيه نوع من التحديات. فالcertainty بعض الناس يحبها لأنه ما يحب إنه يدوش راسه بكثير من المعطيات، بينما في بعض لا يحب يستكشف أكثر وأكثر. مثال على موضوع الاستكشاف، إيش التخصصات اللي فيها قابلية استكشاف عالية جدا؟ ميديسن تقريبا، والسيكاتري برضو، السيكاتري وبرضو في تخصص ثاني دائما تتعبون فيه يا الطلاب، نيورو. النيورو ممكن، بس في غيره، كوميونيتي بريفنتيف ميديسن، لما يصير في اوت بريك زي الان موضوع كورونا، كيف بدا كورونا؟ الى الان هذا السؤال ما حد جاوبه صح ولا لا، فنبغى نعرف كيف بدا منشا المرض، كيف طريقه الوقايه منها الى اخر. النقطه اللي ذكرتوها قبل شويه خالد وريم وعدد من الطلاب، هي قضيه انه هل انا شخص احب العمل الذهني اكثر او احب الشيء اليدوي أكثر أو أحب المزيج بينها. طبعاً العملي أكثر زي مثلاً الجراحة بشكل عام، تخصصات المختلفة، واليدوي والذهني أكثر زي مثلاً تخصصات الباطنة بشكل عام، والبوث مثال عليها هو مثل الجايني والأورثو. الأورثو لا، الأورثو مور إنسترومنتال. ممكن الإي آر يعني ممكن تحتاج ذهنياً، يبقى استرومنت لكن في جانب انتلكتوال اكثر غيره. الاي ان تي صح؟ الاي ان تي ممكن، فالفان سيرجز ممكن، الاوثي لحد ما فيها جانب نظري فيها جانب عملي.
فهذه الأشياء ممكن بعض الناس إنه يحب إنه يكون عنده نوع من المزيج بين الثنتين هذه. بعض الناس برضو يحب إنه يكون والله أنا أحب إنه يكون متخصص في سبيشالتي محددة، وبعض الناس لا يحب يكون جنرال. ليش؟ مثلا أنا من الناس اللي أسرتي عارضت لي في بداية اختيار التخصص الطب النفسي، أنت تقعد 7 سنوات كاملة وبعدين يوضح تترك السماعة وتقابل بس المرضى النفسيين. فأنا قلت ما دي حياتي، فأنا أفضل أني أكون إيش، أنا أتخصص في السيكاتري لكني لست بعيدا جدا عن الطب الباطني بأصنافه. أوكي، ولذلك الجنرالست ممكن يكون مثلا زي مثلا الجنرال ميديسن بشكل عام أو الفاميلي ميديسن. السبيشالست باعتبار أنه الآن خلنا نقول نظام الرعاية الصحية عندنا قائم على مبدأ التخصصية الطبية، فممكن هذه واحدة من نقاط الضعف، أنه يصير الإنسان مثلا متخصص في اندوكراين بس ينسى الجوانب الروماتولوجي، ينسى مثلا الانفكشنز ديزيز إلى آخر. طيب هل مالتي تاسكر ولا يوني تاسكر؟ بعض الناس مشكلته إذا تعدد في عدد المهام يتعب، فيحب أنه يشتغل على شيء واحد في وقت واحد. وبعضهم ممكن يكون إيش؟ مالتي تاسكر، ممكن تلقاه ليدر، ممكن تلقاه يشتغل في أكثر من موضوع في نفس الوقت. فهذه طبعا تفرق بين تخصص إلى آخر، وذلك مهم جدا أنه وقتها حتى التيم وورك والعمل مع الشخص، يعني العمل لما يعمل الشخص مع مجموعة غير لما يعمل حاله، هذه برضو من النقاط اللي تأثر. ففي تخصصات ممكن الشخص فيها يكون هو مين اللي باي همسر زي الفاميلي ميديسن، وممكن أحيانا يكون الشخص زي مثلا الفاميلي ميديسن زي السيرجري يكون فيها تيم بلاير، فبالتالي ممكن بعض الناس لا ما يحب يكون فيها هاته لحاله، لا يحب أنه يقعد يتفاعل مع الريزدنت مع الفيلوز إلى آخر. طيب أنا قلت قبل شوية كنا نتكلم على الفاليوز، البيرسونال فاليوز حقتنا. بعض الناس يعني يقول الدكتور وضح لنا إيش الفاليوز اللي ممكن، يعني كيف أقدر أحدد الفاليوز وكيف أتأكد إني مريت عليها كلها. جنرالي غالباً الفاليوز اللي ممكن أي إنسان يفكر فيها غالباً لا تخرج من الفاليوز اللي موجودة أمامكم الآن، اللي هي القدرة على الإبداع، الدخل المادي الجيد، تنوع الحالات، الأمان الوظيفي بشكل عام، الاستقلالية، قدرة على اتخاذ القرارات، العمل الذهني، العمل اليدوي، الإنجاز، البرستيج. وهذه نقطة مهمة لازم نقدر، أن بعض الناس يعني ليس بالضرورة الطب ضرورة الواحد يهمل جانب المادي وجانب البرستيج، بالعكس قد يكون لك أحيانا حتى لو كانت نيتك طيبة وخيرة وكذا قد تحتاج أحيانا إلى نوع من النفوذ حتى يكون لك تأثير جيد على الناس. هذه كذلك نقطة مهمة. ومن النقاط المهمة كذلك هي قضية إيش؟ الفيدباكس فروم أذرز. كثير من الناس ممكن يسمع من الزملاء في الدفعة أو من دكاترته في الكلية أو في المستشفى أنه والله أنت يناسبك تخصص الفلاني، أوكي، أو تخصص الفلاني مستحيل أنه يناسبك، والعكس صحيح. وات تايم أوف، لأنه في بعض الناس يحب والله أنه يكون عنده بريك وقت، يعني وقت بريكات كبير، لأنه في بعضهم لا ممكن يحب أنه يشتغل بشكل مستمر. إذا عرفنا أنفسنا من القيم اللي ذكرناها سابقاً سواء على مستوى سبيشالتي وعلى مستوى الفاليوز حقتنا في حياتنا، ممكن وقتها نبدا نفكر بكل تخصص وايش المجال وايش المزايا اللي تنطبق مع معاييرنا وتفضيلاتنا وايش الاشياء اللي لا. لما نجي نطالع على مستوى التخصصات نفسها في اشياء مهمه لازم نحسب حسابها، فبالتالي انت يو نيد تو ايش تو هاف يور اون بيرسونال اناليسيس، ثم بعدين نجي على نوعيه التخصص نفسه. Do you prefer to have routine work, daily work, ولا تحب الله أن يكون حياتك عبارة عن predictable life events؟ هذه تفرق. مثال على الناس اللي عندهم routine life work. medicine أغلبهم. ممتاز، وغيره. family medicine كمان. ممكن ممتاز، غيره. توقع أغلب التخصصات يعني اللي فيها clinics هي تكون بالعادة إنه. طيب لا predictable. هي مثل الـ ER، surgicals. السيكاتري ايش رايكم فيه؟ Unpredictably predictable. Both. يعني ايش؟ يعني انت بتتوقع انه في السيكاتري انت بتتوقع انه في حالات كثيرة، يعني انت اوكي depression and anxiety وكذا، بس كل حالة لها ما يميزها. فبالتالي هني ممكن يكون قضية الـ unpredictability بإضافة للجانب السيفتي او غيره. طيب اوكي الوركينج اورز، طيب طبعا هذه بعض الناس مهمه جدا، انا والله ما احب ان تكون عندي يوم كولات كثير، وبعضهم العكس، بعضهم حتى نمط الدوام هل هو نايت ولا داي ولا الى اخره. ولذلك من الاشياء المهمه جدا انه نعرف انه في بعض التخصصات قد يكون فيها التقاعد الوظيفي
أسرع من غيرها. مثال عليها الـ ER، وجزء من التفسيرات هي قضية السيركادي الريدر، إنه نمط نومهم ونمط حياتهم اليومية يكون مخربط، فبالتالي ممكن بعضهم يتقاعد على 49-50 سنة. عدد الحالات المتلقاة زي ما أنت عارف فامي ميديسن ممكن توصل أحيانا 40 حالة في بعض العيادات، وبعضها تكون أقل في بعض التخصصات زي السب سبيشاليتيز. بعض الناس يشيل هم حتى برنامج الريزدنسي، والله يا دكتور برنامج الريزدنسي هذا طويل ما أقدر أتحمل، 4 سنوات ولا 3 سنوات، وفي برنامج والله 6 سنوات، فأنا أخذني على الشيء السريع حتى أتخصص وأمشي. في المقابل قضية الراريتي، الأفيلابيلتي والراريتي، بعض الناس إيش تعرفون الآن بحكم إنه صار في منافسة كبيرة في الهيئة السعودية، صار في كل مقعد تقريبا في 3 منافسين باختلاف التخصصات على الأقل كمتوسط، فبالتالي صار الواحد ممكن يفكر إنه إيش أنا مثلا أولويتي إني أبدأ في البريزنسي ترينينج بصرف النظر عن نوع التخصص، وفي بعض الناس صار هذا الأمر بالنسبة لهم مهم جدا. طيب فبالتالي أنا ببدأ أفكر بالأفيلابل، يعني أفكر بالتخصصات الكبيرة ولا التخصصات النادرة؟ مفترض أنك تفكر بالتخصصات الإيش النادرة ما عليها إقبال من قبل من قبل السعوديين بشكل عام، فبالتالي حتى أضمن إنه يكون عندي مجال عالي للتميز. الفاينانشال إنكم تعرفي في تخصصات ما شاء الله يكون العائد المادي فيها يعادل عوائد مادية عند أطباء آخرين في تخصصات أخرى، هذه نقطة مهمة جدا. من النقاط المهمة كذلك اللي لازم نتذكرها هي قضية الكرنت سبيشالتي براكتس والفيت في الفيوتشر. يعني مثلا احنا عارفين انه في الفاميلي ميديسن صار في توجه كبير من الطلاب في السنوات الأخيرة انهم يتجهون للفاميلي ميديسن باعتبار ان اللايف ستايل حقه انه بشكل عام جيد، والنظام الرواتب بالنسبة لنا متقارب في القطاع الصحي وكذا، لكن مع وجود الخصخصة مع يعني مع أنظمة وتغييرات وزارة الصحة من جانب القطاع الصحي بيصير بعدين في نمط أونكولات للفاميلي فيزيشن وإلى آخره، وبالتالي قد يكون التخصص هذا إذا كان الناس يبحثون عن الراحة قد ما يكون هو أنسب تخصص يرتاحون فيه لأنه صار النظام فيه مختلف مقارنة بالسابق. أو مثلا بعض الناس والله يقول أنا أحب السيكاتري لكن واقع الحال والله في الممارسة العيادية في الطب النفسي ليست بذلك التميز. ف مهم انك تطالع الصورة الحالية، بس برضو كذلك مهم انك تطالع انه في تغيرات، هل في تغيرات في الفيوتشر تساعدك انك تفكر بهذا التخصص او لا. طيب طبعا لو تلاحظون يعني تخصصات عندنا بشكل عام عادة الاكثر الاشخاص دخلا حسب دراسة، يعني هذه دراسة سنوية موجودة في امريكا، نتكلم على الانيوال كومبنسيشن حقت الاطباء والانيوال خلنا نقول انكم، فلاحظوا عادة أن التخصصات الجراحية أعلى، بينما لاحظوا ضعوف الله في السيكاتري وتخصصات خلنا نقول المدرسة بشكل عام، يعني دخولنا عادة تعتبر أقل. أوكي؟ لكن أجين ليس كل ما يلمع ذهبا، ففي في النهاية كل شيء له على قولتهم له الأوتكم حقه وله البروس والكونس. لو لاحظتوا الآن على مستوى البيرنينج أوت أقل الناس بيرنينج أوت مين؟ وأكثر الناس مين؟ البيرنينج أوت. يعني عادة إلى حد ما السيرج بشكل عام لو لاحظتوا هم البيرنينج أوت فيهم عالي هم والمدرسين، بينما ما خلنا نقول إلى حد ما تخصصات مثلا خلنا نقول النظرية أو تخصصات اللي تكون لاب وورك هم أقل، يمكن قد يكون جزء من تفسيرات إنه العبء بشكل عام قليل عليهم مقارنة بغيرهم. ويمكن لاحظتوا حتى كذلك السيكاتري رغم إنه نمر بحالات كثيرة من البيشنتس يعني كومبليكيتد كيسز وكذا، لكن في نوع من المصالحة مع الذات موجودة which is good. طيب من ضمن المعايير احنا قلنا عندنا 3 domains، استكشفنا انفسنا واستكشفنا التخصص ولازم كذلك نستكشف المحيط اللي احنا فيه. طيب المحيط اللي احنا فيه متعدد، بعض الناس يفضل انه يكون والله انا مثلا بالنسبة لي والله ما اقدر اطلع، مثلا انا اهلي في الطائف مستقرين وكذا فاحتاج اني اكون في الطائف، ولا أنا مثلا متواجد في عسير فما أبغى أطلع من عسير. وبعض الناس يفكر بالعكس يبغى يكون عنده يعني يفضل أن يكون في المدن الكبيرة. فكل قرار من هذه القرارات يعني كل تفضيلة وكل معيار من هذه المعايير سيترتب عليه تخصصات يفكر فيها وتخصصات يصرف النظر عنها. الـ Work Reference Needs والـ Opportunities، يعني مثل ما تعرفين الآن في التقديمات على مستوى الجامعات أو على مستوى مثلاً القطاع العسكري قد يحددون تخصصات من الآن تدخلونها، والله نحتاج والله عندنا ناس نحتاجهم في مثلاً السيرج، نحتاج مثلاً تخصصات مثلاً في الأوف، نحتاج والله ناس مثلاً في السيكاتري، فهل أنت مستعد أنك والله يعني أنك تتخلى عن معيارك الشخصي في سبيل
معيار الوظيفة وحاجة مرجعك في العمل إلى تخصص ألف أو باء، هذه نقطة برضو مهمة لازم نحسب حسابها. The family and friends and mentors opinion. طبعا هذه الحقيقة واحدة من أهم الأشياء الحقيقة اللي الواحد ممكن يفكر فيها. ليش؟ لأنه زملائك اللي معك في الكلية تلقاه معهم أنت وياهم عيشة عمر، يعني عشرة عمر، فبالتالي يفترض أنه في نوع من المعرفة والتوقع المبدئي، أو أثناء ممارستك والله التخصص متخصصات، أو واحدة من البلوكات لقيت الطلاب وزملائك لقوك أنك والله متفاعل في هذا البلوك أكثر من أي تخصص آخر. فهذه برضو نقطة يعني يفترض أن الواحد يعطيها وزنها بالاعتبار، وبخصوصا لما يكون الشخص يعني يسمع هذا الكلام من شخص مطلع وقريب منه ولصيق بشكل أكبر. طبعا في شيء الحقيقة أنا دائما يعني أذكره في الريزدنسي سبيشاليتيز، وهو خاص الحقيقة لزميلاتنا الطالبات والطبيبات، هو قضية أنه أحيانا قد يكون عندنا شغف كبير في موضوع الجانب التميز الوظيفي لكن ننسى أمور أخرى، أهمها قضية الجانب الاستقرار الأسري والزواج وإلى آخره. طبعا عالميا معروف أنه عادة الليديز they are lagged behind يعني الجنتلمن في ناحية السبيشاليتي، يعني ممكن يكون في تأخير سنتين ثلاثة أربعة على حسب، وهذا طبعا أسبابه مثل ما أنتم عارفين الحمل والولادة والأشياء هذه. فطبعا مهم جدا أن الإنسان الموازنة بين قضية الارتباط وبين قضية المهنة والتخصص هو أمر الحقيقة غير بسيط، ولكن برضو كذلك لازم الواحد يعطي هذا الأمر قدره. يعني في النهاية الوظيفة إن شاء الله والتخصص ماشي، لكن في المقابل قدرات الطالبة وقدرات الطبيب على اتخاذ القرارات المناسبة من ناحية الارتباط أو لا قد تختل، وقد تتأثر المعايير هذه الشخصية بسبب هذه المعطيات، يا أما نعطيها أكبر من حجمها ونعطيها من أقل من حجمها. فأنا دائما أحب أنه أنوع على هذه النقطة تحديدا، خصوصا لما نتكلم على نمط معين مثلا من الطالبات اللي ممكن يفضلون التخصصات الجراحية أو التخصصات اللي ممكن يكون فيها ER وكذا، فلازم يكون فيه نوع من الموازنة الدقيقة بحسب كل شخص ومعطياته. هل والله أنا مستعدة أني أتخلى عن بعض الأشياء مثلا بعض المعايير من ناحية الارتباط في سبيل الحصول على التخصص اللي أنا أبغاه أو لا؟ هذه من الأشياء اللي يفترض أنه بالذات الطالبات يفكروا فيها أكثر من يعني من أي شيء آخر. خلونا نفترض أنه إلى الآن أنتم ما عرفتوا، أو إلى الآن أنتم لازلتوا محتارين إيش التخصص اللي ممكن تفكر فيه، وخلونا نفترض أنه إلى الحين ما وصلتوا لنتائج محددة. في طبعا بعض الطرق اللي ممكن تختصر على الإنسان اختيار التخصص، ومن أهمها زي ما أنتم عارفين قضية النشاطات الطلابية بشكل عام، فالإكسترا كوريكولار أكتيفيتيز أحيانا تبين لكم رغبتكم في مجالات قد ما تكون متوقعة بالنسبة لكم على مستوى العمل. البوزيشن أوف ريسبونسبيلتيز أحيانا برضو من المهم جدا أن يكون عندنا يعني أحيانا مثلا تولينا بعض المسؤوليات في الكلية وغيرها يفتح لنا آفاق أخرى في معرفة أنفسنا كقدرتنا على القيادة وغيرها، وهذه ممكن تساعدنا حتى مستقبلا في تخصصات غير الطبية المباشرة زي الإدارة الطبية، إدارة المستشفيات وغيرها. looking for mentors، وهذه واحدة من الأشياء المهمة جدا اللي مفترض أن الطالب والطالبة من بداية مشوارهم الطبي يحرصون على وجود مرشد لهم في يعني في حياتهم الدراسية حتى يختصر عليهم تجارب السنوات اللي مر فيها أستاذهم أو أستاذاتهم في الكلية. Special Interest Group بدأت تنتشر قضية المجموعات المهتمة بتخصص معين، Pediatric Interest Group، Medicine Interest Group، أو Surgery Interest Group، أو Psychiatry حتى Interest Group. هذه لما يتشاركون طلاب مجموعة من الاهتمامات يكونون مع بعض في جروب واحد ممكن يعني يفتحوا لآفاق لأنفسهم أكثر وأكثر حتى يوصلون إلى نتيجة جيدة. المشاركة في Researches، Summer Training والElectives كذلك ممكن تكون خيار مناسب. طيب خلونا نقول انه لازلنا الى الان مع كل هذه المعطيات لازلنا confused. ايش تتوقعون الحال؟ ايش تتوقعون الحل المناسب في الحاله هذه؟ يا خالد ويا ريم ويا احمد المايك يعني. خلينا نفترض انه الى الحين نخلص المحاضره هذه واحنا لسه ما وصلنا نتيجه في تخصصنا اللي احنا نبغاه، ايش ممكن نفكر او ايش ممكن نسوي؟ بدينا الانترنشيب، ايش ممكن نسوي؟ ممكن التجربة خير برهان. طيب خلونا الحين احنا نقول احنا قدنا في الانترنشيب الحين. ايش المفروض نسوي؟ يعني مثلا الحين لما يجي وقت الانترنشيب نجرب التخصص، نجرب الانكولز حقته، كيف الانفايرمنت، اللايف ستايل،
جاء وقت تقديم، طيب جاء وقت تقديم البوت، فين بقدم؟ حسب تجربتي في الانترنشيب يعني. طب انا ما هي واضحه الصوره عندي، ممكن نقول مختصره لكم، ممكن نقول انه انت ممكن تجاوب على السؤال الرئيسي، هل انت تفضل العمل اليدوي او تفضل العمل اللي ايش الذهني اكثر، وبناء عليه انت ممكن تفتح لك افاق اخرى في السب سبيشاليتيز يعني. اعطيك طيب بس اتوقع ان ما يكون بعد الانترنشيب في ميول، حتى لو كان متقارب بس في ميول لشيء عن شيء. ما هو على كل حال يا خالد، احنا الان في دراسه سويناها يمكن كنت تذكرونها قبل فتره، في 10% من زملائكم طلاب وطالبات they are not planning to continue في الريزيدنسي، فبالتالي في معطيات كثيره يعني ممكن تكون موجوده في الاعتبار ولازم نحسب حسابها من الان. طبعا احيانا قد يكون في نقطه مهمه جدا، ممكن بعض الناس يقولوا يا دكتور انا ابغى مثلا بلاستيك سيرجري، او مثلا ابغى تخصص معين ما اوصله بسهوله. مثلا خلينا نفترض البلاستيك نعرف انه هايلي كومبتيتيف سبيشاليتي، ونعرف ان الدخول له ما هو بسيط والمقاعد محدوده. طيب انا ابغى اوصل له لكن المعدل ما ساعد، ايش ممكن اسوي؟ وانا اعرف اني انا ابغى التخصص هذا. ممكن يدخل بطريقه غير مباشره. كيف؟ عن طريق مثلا الديرماتولوجي. دير من بعيد شوية بلاستيك. ممكن ياخذ سنة سيرفس على أساس يرفع نقاطه، أو ياخذ يسوي أبحاث أكثر في الموضوع بحيث إنه يصير عليه يعني يجذب للانتباه من قبل، يعني إنه يكون السي في حقه أفضل يعني من أول. ممتاز، هذا احتمال برضه فاطمة، بس برضه في احتمال ثاني. أحيانا في شيء أنا دائما أسميه السايد تراك، يعني إيش؟ في تخصصات معينة ممكن تقدر تدخلها أكثر من طريقة، يعني مثال خلنا نفترض ان احنا في السيكاتري مثلا، انا والله انا مثلا انا بالنسبه لي كوضاح انا احب المدرسه بشكل عام، لكن احب السيكاتري اكثر منه. خلينا نفترض اني ما دخلت السيكاتري بروجرام على طول، السايد تراك الثاني ممكن يكون اني ادخل عن طريق الفاميلي ميديسن، ثم بعدين اخذ فيلوشيب في ايش؟ في الفاميلي سيكاتري. هذا مثلا سيناريو. مثلا على مستوى البلاستيك في مثلا خيارات انك تبدا جي اس، ثم تاخذ بعدين 3 سنوات بعد الجي اس في ألمانيا وبعض الدول اللي ممكن تقبل الجيس وتكمل عليها بلاستيك سيرجري. ولذلك أنا دائما أقول أحيانا بعضكم يعني يحد نفسه بتخصص معين ضيق، وهذا تخصص ضيق أنت ممكن توصله دايركت عن طريق الريزيدنسي بروجرام، أو أنك توصله عن طريق سايد تراك ثاني بحيث أنه يوصلك نتيجة الانتظار. فلا تغفلون برضو عن هذه النقاط، بمعنى آخر أنه أحيانا ممكن ما توصل طريقك على طول، ممكن تكون في أكثر من باثوي، فلازم انك تفكر باكثر من باثوي تقدر حتى توصل النتيجه اللي تبغاها، خصوصا اذا كنت متاكد. ودائما انا اقول الواحد لما يدخل في التخصصات الميجر الكبيره زي الانترنال ميديسن، زي البيدياتريكس، زي الجي اس بمختلف تخصصاته، انت غالبا ما بتطلع يعني في النهايه التخصصات كلها، حتى مثلا التخصصات الاخرى زي مثلا البيسك ساينس او مثلا الميديكال اديوكيشن او مثلا الميديكال لو او الميديكال ايثكس، هذه تخصصات ممكن الواحد يقدر يبدأ بها مشواره الوظيفي من بدري، ممكن يبدأها بمجرد ما يأخذ الباتشلر الام دي، درجة الام دي ممكن يبدأها على طول. لكن الحقيقة عندنا فرصة كذلك انك ممكن انت، وانا هذه دائما نصيحتي للطلاب والطالبات خصوصا مع شح الوظائف، ممكن الانسان يدخل تخصصات انا اسميها التخصصات النظرية في الجوانب الطبية، هي مهمة لكن قد ما تكون اكثر أهمية، خصوصا لما نجي نتكلم على موضوع الفرص الوظيفية. أنا في النهاية كقطاع صحي يهمني أنك تجيني كميديكال إثيكس ولا ميديكال لو، ولا يهمني أنك تجيني كمثلا فيزيشن، هذه برضه نقطة لازم نحسب حسابها. ولازم أميز كذلك بين التخصصات اللي ممكن أنت تقدر تأخذها كمشوارك حياتي الرئيسي، وممكن تكون تخصصات أخرى بالنسبة لك مساندة، زي مثلا بالنسبة لي أنا أتكلم أني أنا أحب السيكاتري، أنا مهتم بالسيكاتري لكني برضو مهتم بالميديكال إديوكيشن، فممكن يكون ميديكال اديوكيشن تخصص مجاور للتخصص الرئيسي اللي ممكن استفيد منه. فالمقصد انه حاولوا دائما، حتى لو نفترض انكم ما وصلتوا النتيجة اثناء الانترنشيب، اتس اوكي يو ار نوت ذا اونلي وان، في نسبه كبيره من الطلاب ممكن ما يوصل النتيجة في الانترنشيب، لكن على الاقل اربط نفسك بتخصص رئيسي وكبير تستطيع من خلاله انك تدخل من التخصص هذا الى افاق ارحب. اتمنى تكون هذه المحاضره مفيده لكم، واسمحونا على تقصير بحكم قلة الوقت.